نضغط على ستوب ووتش. بعد كده نروح دايسين عليه تاني ونعمل ريسيت، نعملها كمان ونستنى عشان نشوف العداد ده بيعد ولا لا. اهو العداد اهو هيعد دقيقة اهو بعد ما يلف. يلا يلا هوبا، بس كده تمام كده، نروح مرجعين كل حاجة زي ما كانت. بس كده الكراون بتاعه والعمود بتاعه من هو بيتلف. الوز يعني اهو خرج اهو كده، ده العارف اهو، وضغطة كمان تكة كده بسيطة للتاريخ، او التاريخ بيتغير اهو 18 19 20 21 تمام. قافلين ونروح رابطين الالوز ده في القفل بتاعه اهو، حتى لسه اللزقة بتاعته، اللزقة بتاعت القفلة هي موجودة. حتى كمان صورة لامبورجيني اللي هو الطور الهايج، الموستيك ما شاء الله ما فيهوش خدش، ما شربش عرق ولا اي حاجة. هو القفل بتاعه باتر فلاي الناحية التانية برضو. لا نقفل ده الأول وبعد كده ده، والساعة اهي مكتوب عليها اهي تونينو لامبورجيني. تحفة فنية.